أنا ميسون حجازي مسؤولة القابلات في مشروع الأم والطفل أطباء بلا حدود والموجود في المبنى الجديد مستشفى إربد التخصصي. هذا المشروع بشمل عيادات حوامل، قسم خداج وقسم ولادة. خلينا نروح جولة في أنحاء المستشفى. المراجع بإمكانه يستخدم الدرج أو استخدام المصعد الصغير. هون بنبلش بالانتظار، غرفة الانتظار للمراجعين والمرافقين. عندنا قسم الاستقبال والمواعيد. أي مراجعة بتم تثبيت موعدها عن طريق الاستقبال واستقبالهم، بعدين توزيعهم لغرفة العيادة جوا. زي ما شفنا عيادة متابعة الحمل، النفاس، تنظيم الأسرة. معدل المراجعين اليومي 80 إلى 90 حالة يومياً. العيادة بتستقبل 87% سوريين، 13% جنسيات أخرى اللي هي الأردنيين، يمنيين، عراقيين. تقريباً 80% من السوريين بنخدمهم في العيادة، و 20% بيجوا من المناطق الثانية مثل المفرق، عجلون، جرش، بعض الحالات بتيجي كمان من عمان. خلينا نطلع على قسم الخداج. قسم الخداج هو موجود في الطابق الأول. إحنا الآن بالطابق الأول، هذا الطابق مشترك للمستشفى إربد التخصصي، وفي إنا قسم موجود واليوم قسم الخداج. مسؤولة الخداج. أهلا وسهلا، اليوم رح أعرفكم على الخداج اللي هو مكون من 16 سرير. إحنا عنا غرفتين بنسميهم غرف الرضاعة في بداية القسم، بيدخلوا فيهم الأطفال اللي بحاجة بس رضاعة وزيادة وزن بالعادة ومراقبة خفيفة، وبيكونوا أمهاتهم داخلين في غرف الرضاعة في الطابق الثالث، وبينزلوا كل رضعة بيعطوهم رضاعة مباشرة من الأم. وهاي الغرفة عادة ما بندخل فيها أحياناً الحالات اللي بحاجة إلى العزل عشان نحمي الأطفال الببيات الثانيين من نقل العدوى لهم. عادة ما إحنا بنستقبل بحدود 60 بيبي كل شهر، بمعدل أحياناً أكثر من 60 أقل من 60 بشوي، بس هو حالياً المعدل اللي إحنا بنستقبل فيه الببيات. إحنا بنستقبل الطفل لحد عمر 28 يوم، سواء للمتابعة ما بعد الولادة أو للدخول. في عنا اريا هون، منطقة هاي بنتابع فيها الببيات اللي بيجونا من خارج المستشفى للمتابعة. مثلا الأهل شاكين في مشكلة بسيطة عند الطفل، بيجوا بهاي المنطقة، بيتم فحصه من خلال الطبيب بحاجة دخول أو بحاجة علاج، وبنروحه حسب ما بيشوفه الطبيب. الغرفة الثانية غرفة الرضاعة اللي هون، بس غرفة الرضاعة حاليا مشغولة بالأمهات عشان خصوصية الأمهات ما رح ندخل نصور فيها. موجود فيها الببيات وأمهاتهم وقاعدين بيعطوا رضعة مباشرة للأطفال. عندنا كمان الغرفة الكبيرة اللي بتحتوي على الحاضنات، في بدايتها في عندنا غرفة تحضير الحليب للببيات اللي بيحتاجوا زيادة عن حليب أمهاتهم، فإحنا بنحضر لهم الحليب بهاي الغرفة. موجود عندنا عدد الطوارئ كاملة للأطفال للحالات اللي بحاجة لتدخل طارئ. موجود عندنا هون الحاضنات وأجهزة التنفس حسب الحاجة بنستعملهم. موجود عندنا الحالات اللي إحنا بنستقبلها عادة، فبتكون الحالات اللي مكملة 32 أسبوع من الحمل، أو كانت أوزانهم قليلة بس لازم تكون أكثر من 1.5 كيلو، أو بيكون مثلا عندهم التهاب. مجموعة طبعا هي من الحالات اللي إحنا بنستقبلها، إحنا تقريبا بنغطي معظم حالات اللي بيحتاجها الخداج باستثناء الحالات اللي بحاجة جهاز تنفسي كامل، ولكن إذا كان طفل مولود عندنا إحنا بنحوله لمستشفى ثاني حسب الحاجة. موجود زي هيك عندنا بيبي، هذا بيبي خداج مكمل 32 أسبوع حمل ووزنه صغير وبحاجة أكسجين. كمان بالخداج موجود عندنا غرفة المعالجة اللي بنعمل عليها الإجراءات التمريضية مثل تركيب الإبرة الوريدية أو سحب عينات الدم، وموجود عندنا كمان تحضير الأدوية والمحاليل الطبية في هاي الغرفة.
نكمل جولتنا في قسم الولادة الطبقة الثالث. احنا موجودين بالطابق الثالث قسم الولادة وما بعد الولادة. جميع المراجعات بيتم تقييمهم في غرفة الفحص مبدئيا من قبل الطبيب والقابل المسؤولين موجود هناك. في حالة قرر الطبيب ادخال السيدة في حالة مخاض بتدخل عندنا على قسم الولادة، واللي ساعته 5 أسرة للمراقبة وسريرين ولادة. بعد عملية الولادة بيتم نقل المريضة ساعة مراقبة بعدها الى قسم ما بعد الولادة للحالات الولادة الطبيعية 24 ساعة مراقبة. حالات القيصريات الطارئة يفضل البقاء لمدة 48 ساعة. في بعض الحالات اللي بتكون موجودة بغرفة الفحص وقرر الطبيب إدخالها مثل حالات نقل الدم، حالات مراقبة الضغط، حالات مراقبة الولادة المبكرة بيتم إدخالها في قسم ما بعد الولادة واللي ساعته حكينا 22 سرير. عندنا 9 غرف موجودة بهذا القسم، بعض الغرف فيها 4 أسرة، بعض الغرف فيها سريرين. في عندنا معدل 350 حالة ولادة من ضمنهم قيصرية طارئة 30 حالة كل شهر. في عندنا بعض الغرف فاضية بعد الخروج. هاي بعض الغرف اللي بتكون موجودة بسريرين. طبعاً حكينا هذا القسم موجود 24 ساعة بيستقبل الحالات الدخول المسجلة بالعيادة الحوامل أو غير مسجلة. عندنا ما يعادل 90 حالة دخول، معظمها بتكون مسجلة بعيادة الحوامل، و10% بيجوا غير مسجلين. بتم تقييمهم حسب معايير الإدخال في منظمة أطباء بلا حدود. إذا كانوا دخول بيدخلوا عندنا ما عندنا مشكلة. في بعض الحالات بتم تحويلهم إلى مستشفيات أخرى مثل مستشفيات بديعة.